لماذا النساء أكثر أهل النار؟ وهل قد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء هن أكثر أهل النار. فعن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وإما سبب ذلك فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك وبيّن الجواب. فعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع من ذلك، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خير قط. فعن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون، إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وقد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم النساء إلى الاستغفار والتصدق بسبب كثرة الآثام التي يرتكبهن، وبالأخص آثام اللسان التي تودي بهن إلى النار. فروى عبد الله بن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جذلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ومن أعظم كفران النعم أن تبيت المرأة في بيت زوجها وتأكل من كسبه وتلبس من ماله وتلوذ بحماه، فضلا من الكماليات التي يوفرها لها، ثم تنكر له وتذمه، ثم لا ترى له فضل عليها. وفوق هذا إنها ربما سخرت منه في مجالس النساء، أو ذمته أو وصفته بما ليس فيه، وهذا سبب من أسباب دخول النار كما في الأحاديث الصحيحة السابقة. وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيديه إليهن بالسلام فقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. ثم قالت امرأة: يا رسول الله، أعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. فقال: بلى، إن أحداكن تطول أيمتها ويطول تعنسها، ثم يزوجها الله البعل ويفيدها الولد وقرة العين، ثم تغضب الغضبة فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قط، فذلك من كفران نعم الله عز وجل، وذلك من كفران المنعمين. ما هي صفات نساء أهل النار؟ من صفاتهم سلطات اللسان، وإذاء الآخرين من الزوج وأهله والأقارب والأصحاب والجيران، فلا يكاد أحد يسهم من كلماتها النارية، والكل يحذرها ويداريها اتقاء لشرها. عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: هي في النار. ومن أفعالها المشينة نقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد والإيقاع بينهم والفرح بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. ومن أفعالها المشينة أيضا تعمد الكذب ونقل الشائعات والحرص على تتبع العورات الناس والتدخل في أسرارهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب كذاب. وخصال المرأة التي من أهل النار كثيرة، وأفعالها السيئة متنوعة، وكلها تدور حول معاني الظلم والأنانية والشجع والحقد والحسد والشهوة المذمومة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.